أهلا بكم مرة أخرى أيها المشاهدين، وإلى فقرة ضيف الحدث الثانية. هذه المرة سنسلط الضوء على استضافة السلطنة للنسخة 12 لطواف عمان 2023 للدراجات الهوائية، والذي سيقام خلال الفترة من 11 وحتى 15 من فبراير الجاري. بنتحدث عن كل هذه التفاصيل، بس قبل أن ندخل في كل هذه التفاصيل نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو. نرحب بالفاضل خليفة بن خميس الجابري، رئيس اللجنة الفنية بطواف عمان للدراجات الهوائية، ونمس عليك بالخير ومرحبا فيك وشكرا على التصحيح، طواف عمان. حياك الله. مرحبا، مساكم الله، يسعد الله مساكم جميعا، ونمسي ايضا على المشاهدين جميعا. حياك الله. اذا طواف عمان حدث رياضي كبير، مرتقب مهم، له يعني عوائد ايجابيه كثيره. بدءا ضعنا في قلب الحدث، يعني ما هي ابرز الاستعدادات والتجهيزات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر لكم هذه الاستضافة ولإلقاء الضوء على الاستعدادات. طبعا بدأت خلينا نقول منذ فترة ليست بالقصيرة، التجهيز واختيار الطرق وإلى آخره. بداية أول ما بدأت الاستعدادات بدأت من خلال تشكيل اللجنة بإصدار صاحب السمو السيد يزن وزير الثقافة والشباب والرياضة للجنة المنظمة للطواف برئاسة سعادة باسل الرواس وباقي الأعضاء اللي موجودين ممثلين لكل الوحدات اللي موجودة للجهات المختلفة اللي هي تسهم في تنظيم وتسهيل الطواف. فبدت الاجتماعات من خلال هذه اللجنة، وبدت وضع التصورات الأولية للطواف، ومن ثم كان الدور على لينا احنا كلجنة الفنية باختيار مسارات الطواف والطرق وزيارتها وتحديد المسارات هذه. طيب والآن هذا كله جاهز، يعني أبرز آخر الجاهزية الآن؟ طبعا الحين كل حاجة جاهزة، وكان في التنسيق طبعا مع الأخوة في شرطة عمان السلطانية لاختيار هذه المسارات، و طبعا الأخذ الموافقة عليها لإقامة. نذكر المسار بيكون وين؟ سنة طبعا احنا حاولنا دائما ما يكون هناك في تنوع في المسارات، وكل سنة يكون نضيف شيء جديد. راح تكون طبعا الطواف مقسم بإجمالي هو 850 كيلو، مقسم إلى خمس مراحل. المرحلة الأولى إن شاء الله راح تبدأ من ولاية الرستاق من محافظة جنوب الباطنة من أمام قلعة الرستاق بالتحديد. ممتاز. والتوجه طبعا إلى طريق الرستاق العوابي نخل فوادي المعاول، ثم الاتجاه يمينا عن طريق الأجال بوة والمناطق الجبلية هذا، ثم النزول إلى فنجة، ومن فنجة طريق الرسيل إلى مسقط إن شاء الله، والنهاية راح تكون إن شاء الله أمام مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هذه المرحلة الأولى. المرحلة طبعا الثانية. المرحلة الثانية إن شاء الله راح تبتدي من مجمع السلطان قابوس هنا في بوشر، والتوجه ثم إلى ولاية العمرات، ومن ثم إلى قريات، وراح تكون النهاية إن شاء الله في قريات، في على صعدة قريات القديمة. بعد راح تكون هناك في دورات مرورا بالمناطق الجميلة في ولاية العامرات أيضا، من مثل القرى اللي هناك موجودة في السرين، وأيضا على مستشفى المسرات والطرق هذه الداخلية اللي موجودة هناك إن شاء الله راح تكون. والمسافة طبعا هذا راح تكون حوالي 152 كيلو إن شاء الله. طيب هناك دائما تساؤل، يعني بعض يسأل، يعني الآن أنتم كلجنة فنية أنتم من تحددون هذه المسارات؟ طبعا، لكن في شوي عتب بسيط، يعني شمال وجنوب الباطنة وينهم من هذا؟ يعني الجنوب الباطنة أنتم بتنطلقون من الرستاق، يعني نعم الشمال الباطنة، الله يخليك. شمال الباطنة العام الماضي كانت مرحلة مستضيفين في شمال الباطنة، بدأت من ولاية بركة من أمام متنزه النسيم، بركة جنوب الباطنة، بعدها جنوب الباطنة، إلى والنهاية كانت في صحار مرورا بكل الولايات طبعا. جميل. من بركة صنعاء بدينا من السويق وصح الخابورة وصحم، ثم النهاية كانت. جميل هذا الحدث أن يكون في كل محافظات، نحاول على قدر المستطاع كل محافظة تأخذ نصيبا من هذا الحدث المهم. أكيد لا شك هذا الشيء، هذا الدور اللي احنا كطواف والمساهمة تنسيق مع الجهات طبعا المختلفه، سواء كانت وزاره الاعلام او وزاره السياحه والترويج والاستثمار من خلال وزاره التجاره والصناعه والترويج والاستثمار، من خلال ابراز المعالم اللي تمتع بها السلطنه والمقومات. طيب. المتمتع فيها هذه 18 فريق يمثلون ابرز الفرق العالميه من اوروبا واسيا وامريكا واستراليا. نعم. يعني عدد كبير من المشاركين. نعم. اهميه هذا التنوع في هذه الفرق. هو لا شك انه هذا التنوع، كل هذه الفرق طبعا مثل ما تفضلت هي من اسيا ومن اوروبا ومن امريكا ومن استراليا، طبعا هذه الفرق لها متابعينها
وليها ايضا وسائل الاعلام اللي تغطي مشاركتها. طبعا. فهذا كله له دوره في عمليه الترويج للسلطنه من خلال هذا الفرق هذا. انفسهم ايضا الدراجين المشاركين، الدراج في الفرق هذه يعني تضم دراجين من عده دول. نفس الدراج هذا لما يجي يزور السلطنه الكثير منهم يعودوا مره اخرى مع عوائلهم في زيارات خاصه، سواء في مناسبات مثلا زواج او اجازات او الى اخره ما يجي هو هالمره لوحده، يجي هو وعائلته. جميل. اهلي احد ابرز العوائد الايجابيه ايضا طبعا على المناطق السياحيه، وربما انتم ايضا اختياركم للمسارات ينطلق ايضا في جانب من هذا الاطار. اكيد يعني. لا شك انه اختيار المسارات هي بناء على خطه موجوده ومثل ما قلت بالتنسيق مع الجهات هذه اللي هي لابراز المعالم اللي تتمتع بها السلطنه. طيب والطبيعه الجغرافيه. انا احاول اسابق الوقت يعني سامح انا اقاطعك كثير. تفضل. الدراجين العمانيين وضعهم ان شاء الله راح يكون المشاركه، المنتخب الوطني راح يكون موجود في الطواف هذا المره الثانيه على التوالي. العام الماضي شاركوا، السنه هذه شاركوا، لا شك ان وجودهم ومشاركتهم هذا لها مردود ايجابي عليهم هم كلاعبين، خصوصا انهم كلهم صغار في السن. تواجدهم واحتكاكهم مع هذا الفرق العالميه والدراجين الدوليين والعالميين لا شك انه بيكون له مردود ايجابي ان شاء الله في السنوات القادمه القريبه ان شاء الله راح يظهر هذا المردود. قبل لا نختم، ابرز ما تود قوله في هذه المناسبه في هذا الإطار استعدادا للحدث المرتقب اللي راح ينطلق يوم الجمعة؟ اولا اقول شكرا لكل الجهات حقيقه اللي ساهمت معنا في الاعداد والتجهيز لهذا الطواف. اوجه رساله للاخوه للجمهور الكريم في المسارات اللي راح يمر عليها الطواف، تحملونا خلال الفتره اللي يمر فيها الطواف، وايضا وجودكم دائما كان عنصر من عناصر النجاح لهذا الطواف من خلال تشجيعكم ومشاهدتكم. نتمنى ايضا انه ايضا الجمهور ايضا يجي ويحضر للاماكن اللي بيقام فيها. طبعا نحن ايضا نؤكد ونجدد مره اخرى ايضا، ونود ان نسلط الضوء على نقطه ايضا ان القناه الرياضيه التلفزيون العماني راح تكون له تغطيه خاصه لطواف عمان منذ بدايه انطلاقته وحتى انتهاءه من اجل تسليط الضوء عليه واعطائه المكانه الاعلاميه التي يستحقها وابرازها للجمهور المتابع اعلاميا، بالإضافة إضافة إلى أنه العديد أيضا من القنوات الأخرى سيسلط الضوء على هذا الحدث. القناة الرياضية حقيقة كانت مصاحبة لتغطية الطواف منذ انطلاقته في أول مرحلة أول نسخة ولغاية آخر نسخة اللي أقيمت العام الماضي، حقيقة ما قصروا، عاملين قائمين بدور كبير جدا وباذلين جهد في سبيل تغطية كل مراحل الطواف وإبرازه بالشكل الكامل وتقديم التقارير عنه وأيضا المساهمة في كل ما يساعد في ابراز المعالم اللي مر فيها. هذا واجب الاعلام، هذا واجب الاعلام. ابرز الدراجين الاسماء، ابرز الاسماء اللي راح تكون موجوده. راح تكون موجوده مجموعه من الاسماء، منهم طبعا فيكتور من البرتغال، وهناك مارك كافنديش من المملكه المتحده، وبعض الدراجين اللي هم الان ظاهرين في فرقهم الجديده حاليا، منهم ايضا الكسندر من كازاخستان اللي شارك مع ضمن فريق ماته، وبعض الدراجين ايضا اللي هم من شرق اسيا اللي يشاركوا لاول مره هذه المره. تحصلتوا على الدعم اللي تتمنوه واللي تستحق هذه المناسبه؟ الحمد لله الدعم كان طبعا دعم من الدوله بشكل كبير، من الحكومه ايضا، بالاضافه الى بعض مؤسسات القطاع الخاص اللي ساهمت معنا في توفير اللي هي السيارات اللي تحتاج الطواف للتنظيم، ولهم من جزيل الشكر والتقدير حقيقه. يعني كل شيء جاهز؟ الحمد لله كل شيء جاهز، واحنا على استعداد وتبقى انطلاقه الدراجين فقط الان طبعا اكيد وطوافهم حول ربوع السلطنه ان شاء الله الحمد لله في المسارات المحدده. انت ذكرت المرحله الاولى والثانيه، بس لو تذكر المرحله الاخيره الخامسه. المرحله الثالثه والمرحله الخامسه عادة كان كل سنة الختام يكون في ولاية مطرح على الكورنيش، السنة طبعا نقلنا الختام، راح يكون إن شاء الله على الجبل الشرقي وما يعرفه بجبل هاط إن شاء الله، عفوا في الجبل الأخضر راح يكون الختام المرحلة هناك. المرحلة هذه راح تبدأ من استراحة الفيحة في ولاية سمايل مرونا بولاية إزكي والعودة مرة ثانية إلى ولاية نزوة وبركة الموز، طبعا بركة الموز ثم توجه إلى الجبل الأخضر والنهاية مع بداية صعود الجبل الأخضر إن شاء الله راح تكون هناك الختام. إذن أيضا هناك أيضا جهود مشتركة وجهات حكومية أيضا أخرى تدخل معكم وتتعاون في تنظيم مثل هذه الأحداث، مثل شرطة عمان السلطانية والعديد من هذه الجهات الأخرى ووزارة الإعلام بشكل عام. أكيد وزارة الإعلام، وزارة السياحة، وزارة النقل،
الوكيل وعلى كل هذه الجهات، البلديات ايضا لها دورها الكبير، ايضا لا انسى دور وزاره الثقافه والشباب والرياضه ايضا ممثله في الاتحاد وممثله ايضا بالوزاره، ديوان عام الوزاره حقيقه جهد، بالاضافه الى دوائر الوزاره في المحافظات ايضا وكل الادارات اللي هي من الوزارات المعنيه في حقيقه في كل المحافظات يمر بها الطواف كان ليهم دور ومساهمه. يعني خليفه الكل يقوم بدوره في اطار التكامليه. لولا تكاتف هذا الجهود كلها ووجود ايضا مثل ما قلت لك التسيق الكامل بينهم لما كان للطواف ان ينجح. واذا كان احنا نقول اذا كان الطواف ناجح ولله الحمد ان شاء الله سيكون ناجح يعني، وان شاء الله هذا السنه ان شاء الله راح يكون عطفا على النجاحات السابقه وان شاء الله راح يستمر هذا النجاح، ان شاء الله ستؤسس لهذا النجاح القادم ونجاحات اخرى كبيره مرتقبه في ظل هذا الجهد الكبير المبذول ومتعاون الجميع ومن قبل كل الجهات الحكوميه الاخرى وحتى تعاون القطاع الخاص في ظل تنظيم هذه. نحن حتى تجاوزنا الوقت المحدد لنا من اجل ان نتحدث بكل هذه التفاصيل التي نرتئي انها مهمه ايضا ومعلومات مهمه يجب ان تصل ايضا للشارع الرياضي. خليفة بن خميس الجابري رئيس اللجنة الفنية بطواف عمان، شكرا جزيلا لك، تحدثت فأوجزت. مشاهدينا الأحبة وصلنا إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم وجبة إعلامية أطلعناكم من خلالها على معلومات قيمة تستفيدوا منها فيما يتعلق بكل الأحداث الرياضية محلية والعربية والعالمية. شكرا على كرم المتابعة، شكرا على طيب الاستماع، كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.